انطلقت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الدورة الوزارية رقم 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة، حيث أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط ضرورة استمرار تنفيذ قرارات الجامعة بمقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إلى أن فلسطين تتطلع إلى دعم الدول العربية لها في السعي للحرية والاستقلال. أكدت مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي. نحن في دولة فلسطين نقوم بجميع ما يترتب علينا من التزامات، ونتطلع لاستمرار دعمنا لأشقائنا العرب لتعزيز صمود شعبنا، وبخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة وجميع مخيمات اللجوء في فلسطين وخارجها، كما نتطلع لدعم أشقائنا لنيل حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.